أكشن. دي إيرلين، بنت بتبقى محطوطة في مكان مهجور وبتاع، وعندهم في بلدهم بيعتبروه زي سجن، وأول ما بيعدوها من الباب ده وبيقفلوا عليها بتقابل يافطة مكتوب عليها إن المكان ده بره حدود البلد وهي مش مسؤولة عنه، فلو حصل لك أي حاجة ما تتوقعش مننا يا اسطى أي دعم، وأحلى مسا عليك وربنا يوفقك. ليه؟ المهم البنت لما بتشوف اليافطة بتكبر دماغها وبرضه بتاخد الريسك وبتدخل على جوه، بتتمشى شوية بتقابل عربية ها بتخش تقعد فيها وبتطلع الأحمر وبتقعد تتمكيش، بتبص في مراية العربية بتلاقي إن في عربية جولف جاية وراها، ولما العربية بتقرب أكتر بتاخد بالها إن في ايديهم سلاح وبيبقوا عايزين يقتلوها فبتهرب. المهم ان هم في الاخر بيقفشوها، بيغمى عليها، بتصحى بتلاقي نفسها متكتفه في المكان اللي الناس اللي خطفوها دي عايشين فيه، وبعدها واحده منهم بتجيب منشار وبتقطع ايديها ورجليها وبتبقى عايزه تطبخهم، ومن هنا بنفهم ان هي وقعت مع ناس من اكل لحوم البشر. وبعد كده بنروح لده وبيبقى اسمه ميامي، وبيبقى زي ما انت شايف كده اخويا بغل، فاهم؟ هو والبفه اللي معاه بيبقوا بغال برضه، وبنعرف برضه ان هم من اكل لحوم البشر، وده عشان بنشوف ان في ناس برضه متسلسله واطرافها مقطوعه. وبعد كده بنرجع لإيرلين تاني، وبيبقى فائت وبتاع عشان كان مغمى عليها، ولما بتصحى بتشوف ايديها ورجليها مقطوعين وبتاع، فبتعرف بس ان هي بقى ايه العشوه بتاعتهم النهارده. وتاني يوم بنشوف نفس الست وهي داخله على إيرلين وبتبقى عايزه تقطع منها برضه اطراف، فإيرلين بتشغل دماغها وبتعمل حمام على روحها وبتاع عشان الست تقرف منها، وبتفكها وبتسحبها عشان توديها تحميها وبتاع، وإيرلين في الوقت ده بتسحب حديده وبتفضل تضرب في الست لحد ما الست بتموت. وبعدها إيرلين بتفضل تسحب في المكان لحد ما بتلاقي بتناش، فبتقرر ان هي تهرب عليه عشان يسهل عليها المشي، وبتفضل تمشي لحد ما بتبعد بعيد قوي عن المكان، ولكن في الاخر بيغمى عليها. في نفس الوقت بنشوف ان في راجل عجوز بيتمشى في نفس المكان وبتاع، وبعد كده بياخدها بيحطها في العربيه بتاعته وبيبدا يجرها وبيوديها على مكان اسمه ذا كومفورت، وبنعرف ان الناس اللي في المدينة دي طيبين ومش من اكل لحوم البشر. وبيعدي 5 شهور وبنشوف إيرلين وهي صحتها متحسنة، وبتبقى ركبت رجل صناعية عشان تعرف ان هي تمشي عليها وبتاع، وبعدها بتروح الأوضة بتشوف شكلها بتقعد تتحسر بتاع. المهم ان هي ايه بتقرر انها تنتقم، فبتجيب مسدس وبتحطه في الرجل الصناعية بتاعتها وبتاع، وبعد كده بتقرر تروح على المكان اللي عايش فيه اكل لحوم البشر. في نفس الوقت ده بنشوف ميامي مان وهو قاعد مع بنته بيرسمها وبتاع، وبنعرف ان هو رسام وشاطر كمان. وبعدها بيقعد مع مراته ومش عارف ايه وكلام من دوت، وبعد كده مراته بتاخد بنته وبيطلعوا عشان يجيبوا شويه حاجات للبيت من كوم الزباله، ده الماركت بتاعهم يعني، فاهم؟ المهم بالصدفه هناك بتشوف إيرلين، وإيرلين بترفع عليها المسدس والست بتقول لها انا ماليش دعوه انا ما عايزتكيش في حاجه، فإيرلين بتقول لها اقسم بالله نفس الكلام اللي قلته للي قطعوا ايدي ورجلي، وبام بتروح جايه قتلها بالمسدس، وبتبص لبنتها الصغيره وبتاع. المهم ان هي بتصعب عليها فبتاخدها معاها لمدينه الكومفورت اللي هي عايشه فيها. بس اثناء ما كل ده كان بيحصل كان في راجل عجوز بيتفرج عليهم من بعيد، وبيكون شافها وهي بتقتل الست. وبعدها إيرلين بترجع المدينه مع البنت وبتاع، واثناء ما هم ماشيين ارنب بيعجبها ومش عارف ايه بتشتريه لها وبتاخده على البيت ايه عشان يسليها. وبعد كده بنرجع لميامي مان تاني وهو راكب الفيسبا بتاعته، وبيبقى في نص الصحراء بيدور على مراته وبنته عشان هم اتاخروا عليه جدا، وفي الاخر بيلاقي مراته مقتوله والغربان بتاكل فيها، وبيبص حواليه وفي الاخر بيلاقي الراجل العجوز اللي شاف إيرلين وهي بتقتل مراته، فراح له وبتاع وورى له صوره بنته وكده، فالراجل العجوز ده عرف ان هو رسام وبتاع، فقال له هي ارسمني وهقول لك. فميامي مان بيتعصب عليه وبتاع، بس ما باليد حيلة في الاخر بيوافق عشان يعرفوا مكان بنته. وبعد ما بيرسموا الراجل العجوز بيكتب له على صورة بنته اسم المدينة اللي إيرلين عايشة فيها وهي The Comfort. وبعد كده بنرجع لإيرلين تاني وبتكون في ديسكو، وهناك بقى بتضرب مخدرات وبتاع ومش عارف ايه لحد ما الدنيا بتلف بيها، بس برضه هناك بنشوف ده وبيبقى اسمه ذا دريم او الحلم، شاف الحكمه ان بيبقى اسمك الحلم، بس انا في الاخر اعمل لايك بقى يا اسطى بمره عشان نعرف مع بعض. المهم ذا دريم ده بنعرف ان هو صاحب الكلب اللي هم فيه، وفي نفس الوقت تاجر مخدرات قد الدنيا ما شاء الله، ولذلك احنا في السريع عرفنا اسمه ذا دريم ليه يعني، صباح الفل يا اسطى. المهم ان احنا بنرجع لإيرلين تاني وبتكون مقفوره بقى على الاخر وبتاع، فبتسيب الكلب خالص وبتطلع عشان تشم شويه هواء، وبره بتقابل ميامي اللي هو ابو البنت اللي هي واخداها. المهم بيوقفها بيثبتها وبتاع بيوريها صوره بنته، فبتعمل بنبانها وبتقول له انا ما اعرفش هي فين ومش عارف ايه. المهم اثناء ما هو بيكلمها بيغمى عليها، وبتفوق تاني يوم وبتلاقي نفسها في وسط الصحراء ومن غير الاطراف الصناعيه بتاعتها، ومامي مام بيجبرها ان هي تساعده ان هو يلاقي بنته، وبيقول لها لو عرفتيني مكان بنتي هديك الرجل الصناعيه بتاعتك، وكمان هسيبك تمشي من هنا مش هاخد منك اي حاجه من جسمك عشان اكلها، يلا هيصي. وطبعا هي ما باليد حيله فانفع بتوافق، وبعدها بياخدها على الموتوسيكل وبيمشي. بس قبل ما بيمشي في واحد ضخم كده بيجي وبيعرض عليه شويه بنزين مقابل ان هو ياخدها عشان هو كمان من اكل لحوم البشر وجعان، وميامي مان فعلا بيبقى محتاج بنزين وبتاع، ففي الاخر بيوافق. وبعد ما بياخد البنزين وبيديله إيرلين بيطلع سكينه وبيحدفها على الراجل وبيقتله، وبيرجع إيرلين وبياخد البنزين وبياخد منه كل حاجه وبيقطع جزء من دراعه عشان ياكله، وبيفضلوا هم
ماشيين وبتاع، في الاخر بتيجي عليهم عاصفه رمليه فبيخيموا في الصحراء وبيفضلوا قاعدين. وإيرلين بتفضل تبص لميامي مان ماذا لو كنت زوجي حاليا، فاهم؟ وبيجي الليل وبيبقوا قاعدين في كهف وبتاع، وهو بيبقى جعان فبيشوح دراع كده فاهم عشان يتعشى كده لو ما على قد موسم. فإيرلين بتساله بتقول له انت ازاي بقى بقيت اكل لحوم بشر وبتاع، فبيقول لها لا بص انا عندي 16 سنه حطوني هنا وبتاع فانا بقيت كده بقى ما تسالنيش ليه. المهم ان هي حست ان هو اي واحد بيعاني زيها وبتاع فحبته. واثناء ما هو بيتكلم معاها مره واحده وبتاع بياخد طلقه في صدره. وبعدها بنشوف واحد ومعاه رجاله كتير وبتاع بيقول لها يلا عشان نتحرك دلوقتي، وهي بتضطر ان هي تسيب ميامي مان وتروح معاهم. وبعد كده بيرجعوها على مدينه ذا كومفورت تاني اللي هي كانت عايشه فيها وبتاع، وبيقولوا لها حاولي ما تخرجيش عشان الناس دي اكلت لحوم بشر عشان ما يحصلش فيكي نفس اللي حصل فيكي زمان. بس هي ما بيبقاش في دماغها، بتبقى موجوده ومش مبسوطه بس دماغها مع ميامي مان عشان هي اتعلقت بيه. وبيجي تاني يوم وبتطلع بره المدينه بتاعتها عشان تدور عليه، وبتروح له المكان اللي هي كانت معاه فيه امبارح بس مش بتلاقيه هناك، وبتقعد تبص حواليها وبتاع، وفي الاخر بتلاقي كراسه الرسم بتاعته فبتاخدها وبتمشي. في نفس الوقت ده الراجل العجوز اللي بيبقى قاعد في الصحراء على طول بيلاقي ميامي مان وبتاعه، بيلاقي ان هو مغمى عليه بسبب الرصاصه وقرب يموت، فبياخده عشان يعالجه ويخلوا باله منه وياكله فاهم ويروق عليه. وبيجي تاني يوم وبنشوف إيرلين وهي في المدينه، وبتبقى معاها صوره بنت ميامي مان وبتاعه، بتسال الناس عليها في الشارع اذا كان حد شافها وبتاع عشان تدور عليها وتلاقيها، ولكن الناس كلها بتقول لها ان هم ما شافوهاش وبتاع. لحد ما في الاخر بالصدفه بتقعد قدام بيت ذا دريم اللي هو تاجر المخدرات، وبتشوف البنت وهي ماشيه مع حد من الستات اللي شغالين عنده في القصر بتاعه، وطبعا عشان هو اكبر راجل واغنى راجل في المدينه وبتاع ما حدش بيقدر ان هو يتكلم معاه، فبتقرر ان هي تروح عنده على البيت وبتاعه، وبتعرض نفسها ان هي تشتغل معاهم، وهو بيتكلم معاها وبيشوفها كويسه وبتاعه، في الاخر بيوافق. وبعد كده بيبعت واحده من الستات بتاعته، وبنعرف ان هو متجوزهم كلهم، فبتاخدها توديها الاوضه بتاعتها وبتاع عشان توري لها مكانها. وإيرلين بتخش الحمام في الوقت ده وبتطلع المسدس بتاعها من الرجل الصناعيه، وبتطلع تهدد مراته وبتاعه، وبتقول لها وديني لزادرين دلوقتي، وبتهدده وبتقول له انت تديني البنت هديك مراتك، مش هتديني البنت هقتلها دلوقتي قدامك، وهو طبعا بيضطر ان هو يديها لها، وبينفذ لها كل مطالبها لحد ما بتطلع بره المدينه خالص، وبتاخد البنت في العربيه وبتاع، وبتفضل ماشيه لحد ما في الاخر بتلاقي ميامي مان، وبترجع له بنته وهو بيبقى مبسوط، وبنته مبسوطه ان هما الاثنين شافوا بعض تاني. وإيرلين بتقول له ان هي عايزه ترجع معاه وتعيش معاه وبتاع، ان هي ما لهاش عيش في ذا كومفورت تاني. لا بنت انا عايش في مدينه اكل لحوم البشر، لو خدوكي هياكلوكي حيه مصمصوكي كده زي اسكندرانيه وهما بياكلوا الكابوريا حيه، كانت تكلمي فيها بت. فقالت له انا ماليش دعوه بقى، انا حبيتك وايه انا عايز اعيش معاك بقى فاهم. فطبعا نهايه فيلم قديم بقى، بنته بتقول له يا بابا يا بابا خليها قاعده معانا يا بابا. لا بصي انا هخليها قاعده معانا لو بقى الناس بقى الفجأة عملت لايك سبسكرايب فعل زر الجرس فرجت على فاتس ان جاي في الحلقه دي انا هقعد ما عملوش كده بقى، فانا هضطر في الاخر اللي انا اقول كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.